دلوقتي خلينا نروح لزميلنا محمود جميل علشان نتعرف منه على آخر الفعاليات اللي موجودة. محمود مساء الخير، وكلمني إيه الجديد عندك وإيه الأجواء في العالمين الجديدة والمنطقة اللي أنت متواجد فيها؟ أنا شايفة في حركة وراك، في جمهور كبير، في حفلة بتتم، كلمني إيه اللي بيحصل عندك؟ مساء الخير عليك يا ليلى وعلى كل السادة المشاهدين. الحقيقة أجواء جميلة موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة، ويمكن بداية قوية للأسبوع الثالث من مهرجان العالمين الجديدة. أنا موجود في المنطقة الترفيهية، تحديدا في مدينة الألعاب الرياضية اللي بتشهد بقى عودة للأنشطة والفعاليات الثقافية الخاصة بوزارة الثقافة طبعا، واللي بتتم على أرض مدينة العالمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. والحقيقة في أجواء جميلة جدا موجودة هنا داخل مدينة العالمين فيما يتعلق بالحالة الجميلة اللي احنا موجودين فيها من فقرات الفنون الشعبية والتنورة، وكان قبلها طبعا السيرك. والحقيقة احنا شايفين في حالة جميلة جدا هنا في مدينة العالمين الجديدة، وخليني هسيبكم مع الصورة الجميلة اللي موجودة دلوقتي. يعني خليني اقول لكم بس على حالة الحضور اللي موجود من مختلف الأعمار. يعني لو شفتوا دلوقتي في أطفال، في أسر، في يعني الحقيقة كل العائلات موجودة وكل الفئات موجودة بتستمتع بكل الفعاليات اللي موجودة. ولو انتوا شايفين حالة التسقيف، حالة الفرحة، حالة الانبساط، الحقيقة يعني ده هدف كبير جدا لمهرجان العالمين الجديدة، انه يحقق كل الحالة الحلوة على الجمهور ورواد مدينة العالمين الجديدة. الفرقة اللي شغالة حاليا هي فرقة أسيوط للفنون الشعبية، وكان قبلها فرقة اسكندرية. فالحقيقة في مزيج مختلف من الفنون المختلف، مزيج من الفرق التابعة لوزارة الثقافة لنشر حالة من البهجة والانبساط على كل الناس اللي موجودة الحقيقة. وخلينا أقولك إن كمان في زيادة في الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الخاصة بالأطفال. يعني إحنا النهاردة لاحظنا في زيادة في عدد الألعاب للأطفال، لعدد الأنشطة اللي مختلفة. فالحقيقة يعني زي ما قال الأستاذ عمرو الفقي النهاردة في المؤتمر الصحفي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العالمين الجديدة توسع في الأنشطة وفي الفعاليات في النسخة الثانية يمكن أكتر من النسخة الأولى. وده طبعا نظرا للإقبال الشديد اللي كان موجود في النسخة الأولى. فبالتالي بتحرص دائما الشركة المتحدة على إرضاء كل الفئات وكل الأذواق، خاصة في الحفلات الفنية المختلفة. خلينا أقولك كمان إن احنا على مدار الأسبوع ده هيكون عندنا الفعاليات أو الفرق الخاصة بالتنورة والفنون الشعبية المختلفة والخاصة بوزارة الثقافة، ده بالإضافة طبعا إلى الحفلات الفنية اللي هتكون موجودة على المسرح الروماني في المدينة التراثية. كمان اليوم النهاردة بيتكلل بالنجاح والخدمات الجديدة بقى اللي بتضاف وبتقدم لكل رواد مهرجان العالمين الجديدة، شارع الخدمة الصحية اللي هو بالقرب مننا طبعا، واللي تم إطلاقه النهاردة بالعديد من الخدمات الصحية المختلفة، سواء بالمبادرات الصحية أو العيادات الثابتة والمتنقلة، أو حتى كمان الخدمات اللي هتتقدم كلها بالمجان لكل زائري ورواد مدينة العالمين الجديدة. واللي تم التأكيد النهارده من وزير الصحة في المؤتمر الصحفي إن ده تعاون جديد وكبير ومهم بين وزارة الصحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. خليني أقول لك إن أنا رصدت كمان النهارده في منطقة الألعاب اللي أنا موجود فيها وتواجد كبير جدا من الأطفال اللي بدأوا بقى يدخلوا على الملاعب. يعني الملاعب اللي إحنا اللي موجودة، سواء ملعب كرة القدم أو البادل أو الفولي بول أو الباسكت بول، الألعاب دي مش للكبار فقط، لكن كمان الشباب الصغيرة والأطفال لقيتهم من شوية بيلعبوا في الملاعب دي، سواء بالسكيتنج أو حتى إن هم بيلعبوا باسكت أو حتى في كرة القدم. فالحقيقة بقى في جو ترفيهي متنوع لمختلف الفئات، لمختلف الأعمار اللي موجودين في مدينة العالمين الجديدة. فاحنا أسبوع والتاني والتالت بنشهد فعاليات قوية جدا، حفلات قوية جدا. احنا طبعا بنستعد لاستقبال الحفل الكبير للفنان تامر حسني، ويمكن السنة اللي فاتت كان في كمان بعض الفقرات الفنية الجميلة للفنان تامر حسني، فمتوقعين يكون في
عدد كبير من الزائرين اللي هيكونوا موجودين واستعداد منطقه اليو ارينا لاستقبال الحفل الفني الكبير. بخلاف ده طبعا احنا كنا لسه من شويه في النورث سكوير، احدى المناطق الترفيهيه الجميله، وقد ايه الحركه هناك من الزائرين من مختلف الجنسيات. يعني احنا على مدار ايام المهرجان من وقت ما بدانا نتابع الفعاليات وحاله الحضور والزائرين اللي بيزدادوا يوم عن التاني، لقينا في جنسيات مختلفه من جنسيات عربيه او حتى جنسيات اجنبيه، والحقيقه ما فيش حد بنتكلم معاه الا بيعبر عن مدى الجمال ومدى الانبساط اللي اتحقق في مدينة العالمين الجديدة، والتطور اللي بيتم سنة بعد سنة، ومدى الإرادة السياسية القوية إن هي تحول مدينة الألغام لمدينة الأحلام ومدينة الواقع ومدينة السحر والجمال اللي أصبح فيها مش بس المباني المعمارية الجميلة، ولكن كمان وجودها على البحر الأبيض المتوسط، ووجود فعاليات مهرجان العالمين في السنة الأولى والسنة الثانية على التوالي، فده بيخلق حالة جميلة جدا. لازلنا كمان بنتابع بعض الألعاب اللي موجودة سواء الباراموتر وطبعا الطيران اللي بيحلق في سماء مدينة العالمين الجديدة. وبالمناسبة احنا اكتشفنا ان في ناس كتير جدا بتحب رياضة الباراموتر وبتحب ان هي بقى تخوض التجربة، لكن التجربة مميزة جدا في سماء مدينة العالمين الجديدة. فاحنا شفنا ناس كتير جدا بتكون موجودة بتمارس رياضة الباراموتر، بالاضافة كمان الى الالعاب الالكترونية بقى ليها تواجد كبير جدا في مدينة العالمين الجديدة. فالحقيقة احنا امام تنوع من الفعاليات سواء كان في مهرجان العالمين او كمان المهرجانات داخل مهرجان العالمين. يعني لو بنتكلم على مهرجان المسرح والمسرحيات القادمة طبعا اللي هتنطلق في الاول من اغسطس، واللي بتأتي بالتعاون ما بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، فالحقيقة احنا بنشوف يعني تفاعل كبير جدا من الناس، والحقيقة الناس مستنية فعاليات اكتر في مهرجان العالمين الجديدة. يمكن الحالة اللي هنا يمكن مهما تكلمت الحقيقة مش هقدر اوصفها، لكن انا شايفها في عيون الناس اللي قاعدة، في عيون الناس اللي بتتفرج، في عيون الناس اللي بتسقف. يعني الحقيقة جو جميل جدا، الناس مبسوطة، وزي ما قلنا هو يعني كمان حالة الطقس دلوقتي جميلة جدا مع الهواء الطلق اللي في مدينة العالمين الجديدة. فالحقيقة حالة حلوة، وزي ما بيقول كده الفنان أحمد سعد إيه اليوم الحلو ده. فالحقيقة احنا في يوم حلو وفي يوم جميل وفعاليات مستمرة لمهرجان العالمين الجديدة، ومش هتنتهي، احنا لسه عندنا كمان الأسبوع ده هيكون في انطلاق بطولة البادل، وهيكون عندنا مباراة أسطورية جدا يوم الخميس، مباراة قدامة النادي الأهلي والزمالك في ملعب كرة القدم اللي من خلفنا. فبالتالي احنا في فعاليات بندعو كل الناس طبعا ان هي شايفة الصورة الجميلة دي ان هي تيجي مدينة العالمين، صدقونا هتنبسطوا، مش هتندموا خالص، بل بالعكس انتوا هتندموا لو ما جيتوش، لانه لسه فايتكم كتير. في انتظار الفعاليات المختلفة يا الفعاليات اللي جاية، اكيد في انتظار الفعاليات المختلفة اللي جاية، ومنتظرين كمان متابعتك للأنشطة الرياضية المختلفة والأنشطة الترفيهية. وبشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسلنا من العالمين.